بونجور ميزيليف، اهلا بطلبه الصف الرابع الابتدائي. ديت الحلقه الثانيه في المراجعه، هسيب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف الحلقه الاولى اللي انا عملتها مراجعه. هناخد النهارده ليه كولير، يا ريت نشترك في القناه ونفعل الجرس ونكتب في الكومنتات. عندي ليه كولير، عندي جون اللون الاصفر، فير اللون الاخضر، بلو الازرق، روز الوردي، نوار الاسود، اورانج البرتقالي، روج الاحمر، جري الرمادي، فيولي البنفسجي. تمام، نكمل مع بعض. هنا لما اجي اختار البنان، بنان يعني الموزه، والموزه طبعا الكولير بتاعها جون اصفر. طيب اورانج البرتقال هو لونه اورانج، طومات روج اللون الطماطم روج، كونكومبر الخيار فير اخضر. لي لو ديالوج، بنقرا الديالوج. بونسوار، لو حد قال لنا بونسوار بنقول له بونسوار. كومون سافا، كيف حالك؟ سافا بيان ميرسي. كومون تابيل تو، ما اسمك؟ جو مابيل عمر اي توا، انا اسمي عمر وانت. جو مابيل ليلى، اسمي ليلى. كلا جاتو، سؤال عن العمر. جي ديزون، يعني عندي 10 سنوات. كلي تا ناسوناليتي، ما هو جنسيتك؟ جو سويز ايجيبسيان، جو سويز ايجيبسيان. اي توا، يعني انا مصري وانت. هنا موا اوسي جو سويز ايجيبسيان، انا مصريه فاقول وانتي. طب هنا اتوا، بلاقي في الاجابه موا. جي سويز ايجيبسيان، ايجيبسيان مصريه، ايجيبسيا مصري. هنا ماسكولا مذكر، هنا فيمينا مؤنث. او ابيت تو، او ابيت تو، اين انت تسكن؟ جابيت او كير، جابيت او كير، يعني انا بسكن في القاهره. ان كيل كلاس او تو، يعني في اي فصل تكوني؟ جو سويز ان كاتريام بريمير، جو سويز ان كاتريام بريمير، يعني انا في الصف الرابع الابتدائي. او ريفوار، او ريفوار. كده الديالوج خلص. هنا لما اجي اعمل ديالوج واسال كلا جاتي، كم عمرك؟ فيقول جي ديزان، جي ديزان. او ابيتي، جابيت او كير. كلي تا ناسوناليتي؟ جو سوي، جو سويز ايجيبسيان، ولو انا بنت بقول جو سويز ايجيبسيان. ان كيل كلاس اوتي؟ جو سويز ان كاتريام بريمير. بنراجع مع بعض فيرب اتر، وهو ده فيرب الكينونه بنحفظه. اقول جو سوي، يعني انا اكون. تي، يعني انت او انت تكونون. الي، الي، هو يكون، هي تكون. نوسوم، نحن نكون. فوزات، انتم تكونوا. إلسون و ألسون، هم وهن يكونوا. جو سوي، تي، إلي، ألي، نو سوم، فوزات، إلسون و ألسون. ناخد اكسرسيز، نراجع فيرب أتر و أفوار. أفي أن إكزامان، أفي أن إكزامان، يعني أنتم لديكم امتحان. هنا أفي ده فيرب إيه؟ فيرب أفوار اللي احنا خدناه قبل كده في المراجعة، مع ايه؟ مع فيرب، مع الضمير الشخصي فو، لانه اخره او زد بياخد فو. سوم، سوم ايجيبسيا، يبقى هنا نحن نكون مصريين، كلمه سوم معاها نو. افو ديزان، يعني احنا لدينا 10 سنوات. طبعا افو فيرب افوار يمتلك، بياخد نو. ات فو زت، فو زت، يبقى هنا فو. سون، ال صون الجمع، ال صون الجمع. هنا بختار ايه اللي يناسب، انا بختار ما بين فيرب اتر وفيرب افوار حسب معنى الجمله. لما اقول تي ان كلاس، تي ان كلاس، يعني انت تكون في الفصل، تبقى تي بياخد اي اس في التصريف. جي، جي مع الجو. اليس، ا ويت، رقم 8، ويت ان، اليس ان ويت ان. جو سوي لا ماتريس، يعني انا اكون مدرسه. تي، تيا،
اون اتغوس، هنا المقلمة في منا فخدت لها اتغوس، اما ستيلو قلم مسكولة مذكر وكريو قلم مذكر. إلى إن جوم، إلى إن جوم يعني هو لديه يمتلك أستيكة، الأستيكة في منا خدت إن، كي الكراسة تاخد أم عشان هي مذكرة. هنا لينا إني ليف، لينا إني ليف هنا تكون إي أستي، لينا إيه إني ليف تكون تلميذة. تيا نف أ، تيا نف رقم 9 هو لديه أو يمتلك 9 سنوات، مع العمر بستعمل فيرب أفوار إنه معناه لديه أو يمتلك. جون آ لأنه كأن هنا جون كأنه مكان الإيل المفرد فبصرفه بياخد مع فيرب أفوار آ. إن سور كاتر، كلمة كاتر ده اللتر بتاعها 4 إخوات. جي سارة، جو مابيل سارة، جو مابيل سارة. أجزاء الجسم هنا لابوش يعني الفم، عندي لاما اليد، لوني الأنف تغوى، لوبيي القدم كاتر، هنا ليزوغي، ليزوغي اللي هي الودان تبقى دي سانك، لزيو العينين ادي 6. نقولهم تاني مع بعض، لابوش لاما اليد، لوني الانف، لوبي القدم، لزوغي الودان، لزيو العينين. طيب ناخد اجزاء الجسم هنا، اكري بنكتب الاسم على كل جزء في الجسم، هنا ليزوري يعني الودان، لوني الانف، لاما اليد، لوزيي العينين، لابوش البق، لبي القدم، لا جامب الساق. جيكوت انا بسمع افيك ليزوري، جيكوت افيك ليزوري انا بسمع بوداني. جو مارش افيك لبي، جو مارش افيك لبي يعني انا بمشي على قدمي. جيكري افيك لاما بكتب بايدي. Je regarde avec les yeux بشاهد بعينيا. Je mange avec la bouche يعني باكل ببقي. هنا برتب يكوت يسمع، je les oreilles avec، طب هنا بقول ايه، j'écoute avec les oreilles، j'écoute avec les oreilles بسمع بوداني. La main écrit avec je، j'écris avec la main، جيكري افيك لاما. دايما ببدا بجو اللي هي الفاعل بتاع الجمله، واجيب اكري الفاعل بتاع الجمله افيك حرف الجر لاما. هنا لوزيو العينين افيك مع جو ريغارد، دابا ببدا بالجو انا، ريغارد بشاهد افيك لوزيو بشاهد بعينيا. هنا بختار كريم كانه ال المفرد، كانه ال طبعا بدمه ال فياخد ا، ده فيرب ايه، فيرب افوار مصرف مع ال المفرد لازم نرجع له ونحفظه. ال ايجيبسيان، هنا ال ايجيبسيان هي تكون يبقى فيرب اتر اي استي. نو نوزافو نحن نمتلك، فيرب افوار دي زامي اصدقاء. تيا فيرب افوار مصرف مع تي تبقى اس. Je je suis انا اكون تلميذ، فيرب اتر مصرف مع الجو. ادوات المعرفه عندي هنا ليز ارتيكل ديفيني اللي هي لو بتتحط قدام الاسم المذكر، لا قدام النو في من الاسم المؤنث، ال ابوستروف قدام اللتر المبدوء بحرف فويل، لي الجمع بتتحط قدام الكلمه الجمع. ايه هي الفويل؟ الفويل الحروف المتحركة اللي هي الا او اي او او ومعاهم الجراك والاش. نشوف ده مع الكلمات، لوني الانف مذكرة، لو جارسون الولد فخدت لو، لا في بنت، لا بوش البق تمام مؤنث، لوري، لوري يعني ايه يا جماعة الودان، ما هنا بتاخد ال ابوستروف لانها هنا مفرد وكلمه مبدوءه بحرف لتر فويل متحرك. ليليف التلميذ مبدوءه بلتر فويل متحرك.
لزيو العينين جمع، فخدنا لي الجمع، لي شيفو اللي هو الشعر جمع، فخدنا لي الجمع. لو بير الأب مذكر، خدنا لو. لا مير الأم مؤنثة، خدنا لا. لو فغير الأخ مذكر، خدنا لو. لا التغوس المألمة مؤنثة، خدنا لا. سور لا لأنها أخت مؤنثة. لي زي ليف الكلمة جمع آخرها الأس، فخدنا ليه الجمع. بيي يعني القدم، خدنا ليه الجمع عشان آخرها أس. لا طنط، طنط يعني خالتي، مبدوء هنا كلمة مفرد مؤنث، خدنا لا. لوني الأنف مذكرة. لونكل يعني العم، مبدوء بحرف فويل، خدنا ال ابوستروف. جارسون ولد، خدنا لو. اي كل مدرسه، مبدوء بحرف متحرك، خدنا ال ابوستروف. معانا فيرب مهم اسمه سابلي. سابلي يعني يسمى او يدعى. احنا اول حاجه بنتعلمها اللغه الفرنسيه بنقول له اسمك ايه، فبنقول جو مابيل. هو فيرب سابلي بنستخدمه في بسال حد عن اسمه. جو مابيل يعني اسمي. تي تابيل يعني اسمك او اسمك. إل سابيل هو اسمه. إل سابيل هي تدعى أو هي تسمى. أنتوا واخدينه مع المفرد فقط، هو في المنهج عليكم. فهنختار هنا مع بعض. جو، جو مابيل. منير اسمي منير. تي لازم أخد تي تابيل. إل، إل سابيل. إل، إليس. إل سابيل إليس يعني هي تدعى وتسمى إليس. تمام. لو بدي أرتب الجملة كومون، لا هنا برضو بجاوب على السؤال. كومون ال سابيل، كومون تيل سابيل يعني هي تدعى او تسمى. الاجابه اليس، اسمها اليس. طب هنا هقول ايه؟ ال سابيل اليس، ال سابيل اليس. كومون ال سابيل يعني ما اسمه؟ جون. طب هنقول هنا إل، هنا إل المفرد. إل، إل سابيل برضو. إل سابيل نخلي بالنا من السي هنا، مهمة جدا بعلم لكم عليها. إل سابيل جون. الفيرب هنا بيختلف معايا مع المي. لو نرجع مع بعض، مع الجو مو، مع التي تو، مع الإل سو، مع الإل سي. تمام، ده اللي بيميزه. اما هو في باقي التصريفات كلها زي بعضيها، ما عدا التيب بيضاف له اس في الاخر، نخلي بالنا من المعلومه دي واحنا بنحفظه. تمام. هنا لسه بقول لكم تي تي، تي تي تابيل. ال سي سابيل. جو مي، جو مابيل. ال سي ال، ال سابيل هي تدعى وهي تسمى. لا فامي العائله. عندي الجران بير يعني الجد، الجران مير يعني الجدة. كلمة احنا حافظين كلمة بير يعني الأب، مير يعني الأم، بضيف لها كلمة الجران، وهنا جران هي هي، ما بضيف لهاش أو التأنيث. طنط، طنط باخده نقول مير الأول الأم، بير الأب. بعد كده عندي طنط يعني خالتي، وهنا أونكل يعني عمي. نيجي نقول هنا كوزا يعني ابن العم. فغير الأخ. سور يعني الأخت. موا يعني أنا. تمام. هنا نختار نطلع الكلمة المختلفة. بير أب، مير أم، فغير أخ، ليفغ كتاب. طبعا كلهم كلمات الفامي العائلة، ما عدا كلمة ليفغ الكتاب بخرجه برا. تانت، كريون، أنكل، سور. المختلف كريون، كلهم كلمات الفاميل عائلة ما عدا القلم الرصاص. اتغوس مقلمة. جم استيكا. افغير اخ، اخ ريجل. مسطرة كلهم ادوات مدرسية ما عدا افغير الاخ، هي اللي بخرجها برا وعمل عليها دايرة. بروفيسير مدرس. إليف تلميذ. طابلو سبورة. ما الايد، كلهم حاجات في المدرسة ما عدا حاجات جسم الإنسان. الماء الإيد هي اللي هتخرج برا. بنتعلم مع بعض كلمة أفوار فان. فان الام هنا ما بنطقهاش، يعني بيكون جعان. بستعمل فيرب أفوار مع جعان ومع سواف عطشان. تمام. لما أقول هنا جي فان يعني أنا أكون جعان. جو فو مونجي، جو فو مونجي يعني أنا أريد أن أكل.
دينا أفان، هنا صرفت فيرب أفوار، دينا أفان، دينا تكون جعانة، يبقى أل في أون ساندويتش، عايزة ساندويتش. لو أنا سواف عطشان، جي سواف، جو في بوار، أنا أريد أن أشرب، إلا سواف، هو يكون عطشان، إل في دي كوكا، هو يريد يشرب بيبسي، أل أ سواف. تبقى لا سواف، يبقى ال في دو جو، عايز عصير. علي ا سواف، علي عطشان. ال في دي لو، عايز ميه. نحل مع بعض. بالو يعني كره، بالو. ليفر يعني كتاب، ليفر. غارسون يعني ولد، غارسون. تروس مقلمه، تروس. عندي في يعني بنت. طيب هنا بخرج الكلمة المختلفة. بونسوار، مساء الخير. بونوي، تصبح على خير. هنا تغوا، رقم 3. بونجور، صباح الخير. دي كلها كلمات الساليتا سيوت تحية، ما عدا تغوا اللي هو رقم يطلع بره لأنه هو المختلف عنهم. سامدي، السبت. جودي، الخميس. لاندي، يوم الاثنين. سالو، يعني زي كلمة هالو، كلمات التحية كلهم أيام الأسبوع ما عدا كلمة سالو هي اللي تخرج برا. كاتر، رقم 4. ديس، رقم 10. ويت، 8. مغدي، يوم الثلاثاء، كلهم أرقام ما عدا يوم الثلاثاء هو اللي يخرج برا. غوج يعني اللون الأحمر. ني يعني أنف. بوش، بق. بي يعني قدم، كلهم كلمات جسم الإنسان ما عدا كلمة روج. اللون، مير يعني أم، بير أب، ستيلو قلم، فغير أخ. تبقى كلمة ستيلو هي اللي تخرج برا لأن دول كلهم كلمات كلمات العائلة لا فامي. هنا بحط أوردر، برتب. أبيت، جو، كير، أو. تبقى جابيت أو كير، جابيت أو كير. سابيل، تدعى أو تسمى، يعني أنا أسكن في القاهرة. جون إيل، تبقى هو اسمه جون، تبقى إيل سابيل جون. بيان يعني جيد، ميرسي. سافا، سافا بيان ميرسي، سافا بيان ميرسي، سافا بيان ميرسي، يعني هو تمام الحمد لله. أج، العمر. أ تي كال، فببدأ بكلمة كال هي رقم 1. كلاج، رقم 2. كلاجا، رقم 3. كلاجاتي، يعني ما هو عمرك. هنا جو سوي ايجيبسيان، يعني أنا أكون مصرية. جو سوي ايجيبسيان، أنا أكون مصري. هقول هنا جو سوي ايجيبسيان، جو سوي ايجيبسيان، يعني أنا أكون مصري. تمام. هنا نكمل. إيل، إيلي، إيلي أني ليف، هو يكون تلميذ. نو، نوزافو، نحن لدينا أو نمتلك امتحان. هنا فيرب أفوار محتاج جو، جي أني فغير، أنا لدي أخ. إيلا ليفر. تمام.